في خبر آخر، شيعت ظهر اليوم بالمقبرة المركزية بقسنطينة جنازة المرحوم والي عنابة وابن مدينة قسنطينة محمد منيب صنديد في موكب جنائزي ضخم حضره طاقم وزاري برئاسة وزير الداخلية الطيب العيزة. هذا وقد خيم الحزن على سير ولاية قسنطينة بفقدانها واحدا من أهم الشخصيات الموجودة في المدينة. التغطية لعبد الجليل الحنديس وهشام طلبي. هي عندنا كامل حازن عليه، رانا يعني الموت نتاعو هذه فاجأتنا، وفاش المواطنين الكل تاع عنابة حتى كي كان في المستشفى كانوا يرفدوا في الدعاء باش ان شاء الله يجعل ربي الشفاء، ولكن هذه حكم لله في العباد ويفعل الله ما يريد. تمنوا له الرحمه ان شاء الله ان شاء الله. الجزائر خسرت هذا الرجل العظيم، لانه يعني كانت عنده كفاءات كبيره بزاف، وكنا نتمنى يعني خاصه عنابه كانوا معولين بزاف عليه الشعب تاع عنابه باش يخدم المدينه.